أنا هناء محمد أحمد، مدير إدارة مراكز التدريب في الشركة العامة للبترول. أنا مسؤولة عن البرامج التكنيكال في الشركة، وبتعامل مع سترات أويل. هم صراحة من أكتر السنترز المحترمين اللي أنا بتعامل معاهم، بحبهم جدا وبحب التيم وورك بتاعهم قوي. أنا دكتور أيمن ميشيل، مانجمنت أند تريننج كونسلتنت. بدرس مادة المانجمنت النهاردة لمجموعة من الاتش ار مانجرز موجودين في بعض شركات البترول. كويس قوي ان سترات اويل تبتدي تخرج بره الفكر المعتاد وتتكلم على كومبتنسز بلس التكنيكال. سترات اويل منظمه جدا، واضح انها عندها هيستوري اوف سكسس تكنيكال. كويس جدا هي ابتدت تفكر في البنتريشن في مانجيريال كورسز، كومبتنسز، اتش ار مانجمنت كورسز. ده كويس لان كل الشركات محتاجه المانجمنت بلس تكنيكال. الاكسبتنس كان رائع، وكل الناس حتى بعد كورس سالت على كورسز فيها اكستنشن اللي احنا فيه. انا سعيد جدا بسترات اويل.